الكادر بتفوت. جهز البنات والشباب والشباب. انا جنبك انا جنبك. هو اللي ما هو اللي بي انا بروح حد بشوف اللي قبالك. لا بدي تعمل معك لا انا كويس. لا لا تسالي ورا اللي قبالك مشاطين. ايش يلا شباب بدمشي بده يصوركم يا عمي بده يصوركم يقفلوكم من بدمشي. هو قال لي ادخلي في النص. أستاذ معتصم ولا بنت بدها من اللي هان. سيبك منه ما كيف. ولا تخرج فوج الإرادة الفوج 39 نطل عليكم اليوم في فرحة عارمة بين خريجينا الخريجين والخريجات واستكمالا لاحتفالات تخرج فوج الإرادة وتخريج كوكبة من كلية العلوم الصحية قسم العلوم الطبية المخبرية والبصريات والعلاج الطبيعي. أجواء فرحة عارمة نعيشها اليوم كما ترون، لذلك دعونا ننتقل الآن بين الخريجين والخريجات لنعيش أجواء فرحتهم بعد حصاد 4 أعوام من الجد والاجتهاد. مبارك. الله يبارك فيك. لمين بتهدي تخرجك اليوم؟ لأهلي، لأبويا وأمي، لجامعتي وأساتذتي. تمام، شو شعورك اليوم وانت متوجه كخريجه؟ الحمد لله، شعور لا يوصف، شعور فرحه. تخرج بعد سنه كورونا والظروف، الحمد لله. مرحبا. اهلا. الحمد لله. الله يبارك فيك. شعور لا يوصف بعد الاوضاع اللي مرينا فيها من حرب وكورونا وتاجيل الحفل، يعني صارت 5 سنوات انه متخرجين. لمين بتهدي نجاحك في هذا اليوم؟ لماما وبابا، لهم الفضل كبير علي، للزوج، لجامعتي، للدكاتره تاعوني، لاساتذه القسم. مرحبا. أهلا. مبارك تخرجك. الحمد لله، فرحه لا توصف بعد تعب 5 سنوات، اخيرا تخرجنا. بهذا نجاحي لماما وبابا ولجامعه الجامعه الاسلاميه.
يعطيكم العافية، ألف مبارك تخرجك. الله يبارك فيك. بهدي نجاح لأمي ولأهلي، أخويا، لزوجي، كل اللي دعمونا وساعدونا. كمان شو شعورك اليوم وأنت متوجة كخريجة؟ شعور لا يوصف صراحة، سعادة يعني بتغمر البني آدم، هيك إشي جديد، هيك شعور حلو كتير بكون. دعونا الآن ننتقل أيضا بين كوكبة الخريجين والخريجات لنعيش أجواء أكثر من السعادة التي يشعرون بها اليوم. مرحبا، يعطيك العافية، مبارك. الله يبارك فيك. شو شعورك اليوم وانت خريجة؟ يعني شعور الفرح، شعور التخرج شعور لا يوصف، شعور جميل جدا. لمين بتهدي نجاحك في هذا اليوم؟ بهدي نجاحي لأهلي ولكل الأمة الفلسطينية ولشعب غزة الصامد المرابط وماما وبابا. يعطيك العافية. كما ترون الآن بدأ الخريجين بالدخول إلى قاعة الاحتفال لبدء مراسم التخرج، وإلى هنا نصل معكم إلى ختام جولتنا. كنت معكم وفاء خالد، والآن ننقل لكم عبر الكاميرا أجواء الاحتفال من داخل قاعة الاحتفالات.
وبركاته. سلام عليكم أيها الطارقون أبواب الأفراح، سلام على الذين يضمدون بالحب الجراح، سلام على الأرض التي تمشون فوقها، سلام على أرضكم التي نرميها اليوم بتحية غزاوية فلسطينية لها نكهة النجاح وفيها ثمرة الحصاد. سلام على مدينتكم غزة التي حلمت يوماً بالدوار كفراشة حول مصابيح أبهى المدن، فكانت هي أجمل البلاد. سلام عليكم وأنتم تمتلكون مفاتيح النجاح في كل أزمة. سلام عليكم ولم ينل الاحتلال من نجاحكم وطموحاتكم. في اليوم الأول من أيام تخريج الفوج 39 من أفواج الإرادة، وأول كوكبة من طلاب وطالبات كلية العلوم الصحية، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. أيها الحضور الكريم، هذا يوم عرس، هذا يوم فرح كبير، إنه اليوم الذي طال انتظارنا له، إنه اليوم الذي بكت من أجله الأمهات، إنه اليوم الذي دعا من أجله الآباء. اسمحوا لنا هذه المرة قبل الشعر وقبل القصائد وقبل المديح، اسمحوا لنا أيتها الأمهات أن نستقبل أبناءكم الخريجين بزغاريدكم. اسمحوا لنا أيها الآباء أن نستقبل بناتكم الخريجات بتصفيقكم. اسمحوا لنا أيها الإخوة والأخوات أن نستقبل إخوتكم وأخواتكم بتصفيركم وتهليلكم. بأسمى آيات التهاني والتبريكات نستقبل سوياً خريجي فوج الإرادة، يتقدمهم حملة الأعلام. طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محله بنجاحك يا الغالي، هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي. طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محله بنجاحك يا الغالي، هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي. ضو شموع الفرح تحلى ليالي المرح والدمعة ملو العين، والقلب بنور انشرح لما غالينا نجح حمدا لرب الكون. ضو شموع الفرح تحلى ليالي المرح والدمعة ملو العين، والقلب بنور انشرح لما غالينا نجح حمدا لرب الكون. طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محلوا بنجاحك يا الغالي، هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي. طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محلوا بنجاحك يا الغالي، هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي. علي بشارات الهنا غني يا عين دلعانا يا شادي بالألحان،
نلنا الأمال والمنى يا زهرنا ووردنا وتجمعوا الخلال علي بشارات الهنا غني يا عين دلعانا يا شادي بالألحان نلنا الأمال والمنى يا زهرنا ووردنا وتجمعوا الخلال طلوا الغوالي طلوا الفرح طاب محلوا بنجاحك يا الغالي هلوا علينا هلوا رشوا الوريد وتحلوا بفرح الغوالي طلوا الغوالي طلوا الفرح طاب محلوا بنجاحك يا الغالي هلوا علينا هلوا رشوا الوريد وتحلوا بفرح الغوالي طيفك هالليل حلو يا غصن البان فليلو يا فرحتو سعدو يا حبابينا الدلالو بالهم بتستاهلو ندو ريحان لأجل معلم الأشعار وتفتحت في حفلنا الأزهار وتزينت بالشعر كل دفاتري وترنمت بسطورها الأطيار وهناك قام القلب يشدو عاشقا وبه لحبك نشوة وفخار أمعلمي أمعلمي يا شمعة وضاءة ضاءت على أنوارها أنوار أشرقت في ظلماء عمري فانجلى عني الظلام والصداء نهار دعونا الآن نستقبل سويا موكب مجلس الأمناء وأعضاء الجامعة وموكب الهيئة التدريسية يتقدمهم رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور نصر الدين صادق لمزيني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات وعميد كلية العلوم الصحية الدكتور مازن مدحت الزهرنا Oh,
لمن الحروف تصاغ إن لم تمتلك عصف الرياح وغنوة المرتاح. أنا يا بلادي كلي هنا، أنا دمعة الغرباء والنزاح. فإذا أعدت هواك بين قصائدي فلتغفري للعاشق الملحاح. لألف روح كلها قد أقسمت أن تفتديك ببذلها أرواح. فلنترجل عن مقاعدنا من أجل وطن أذاب القلوب، ومع السلام الوطني الفلسطيني.
الحضور الكريم، أحييكم جميعاً كل باسمه ولقبه ومكانته، تحية معبقة بعبير حضوركم وكرم وفادتكم وطيب ملتقاكم، فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. على شرف الأمنيات المتفتحة اليوم والتي تبسمت لتتحقق اليوم، وعلى شرف القلوب التي صلت الليل تدعو وأودعت أحلامها لرب كريم، على شرف الحب في أرواحكم والفرحة في قلوبكم، وعلى شرف هؤلاء الخريجين والخريجات الذين يرفعون شهادات الفخر والعز والتميز، نرحب بكم باسم الجامعة الإسلامية، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً في حفل تخريج كوكبة من خريجي وخريجات كلية العلوم الصحية ضمن احتفالات تخريج الفوج 39 في الجامعة الإسلامية أفواج الإرادة. هذه الاحتفالات التي تأتي استكمالاً لاحتفالات العام الماضي والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، عافانا الله وإياكم وألبسكم جميعاً ثوب الصحة والعافية. أيها الحضور الكريم، هذه الاحتفالات تأتي بعد فترة ثقيلة ومليئة بالأحداث الصعبة والمؤلمة، فهذه القاعة لم تشهد الفرح منذ زمن. لذلك وبإذنه تعالى سنعيد أجواء الفرح والسرور لهذه القاعة، وسننشر الفرح في قلوب هؤلاء الخريجين والخريجات وفي قلوبكم أيضاً، فدعونا نجعل هذه القاعة اليوم بداية لإعادة الفرح والسرور إن شاء الله احتفاءً بهؤلاء الخريجين والخريجات. وخير بداية لهذا الحفل الكريم والبهيج إن شاء الله آيات بينات من الذكر الحكيم، فليتفضل القارئ زكريا شوق النجار مشكوراً مأجوراً على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن.
العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. جزى الله القارئ خير الجزاء على قراءته العطرة. مرت سنين وهذا اليوم ها تقف، والأهل حولك والأفراح تنكشف، شبت بكفك أحلام تهدهدها، وذي قلوب بها التحنان والشغف من خير جامعة مدت محابرنا، فنحتسي العلم أقداحاً ونغترف يا دوحة الخير، والأحلام ترقبنا، ونخلة الروح مخضر بها السعف يا قبلة العلم، والأجيال شاهدة إن الغطاء لمن جد لمنكشف. الآن نبقى مع كلمة الجامعة الإسلامية، فليتفضل رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور نصر الدين صادق المزيني، مشكورا على بركة الله. بقدر ارفع الكمامه الان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اخي الاستاذ الدكتور ناصر فرحات رئيس الجامعه، اخي الدكتور مازن الزهارنا عميد كليه العلوم الصحيه، الإخوة الأفاضل العمداء وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة الإسلامية، الإخوة الأخوات الحضور والضيوف الكريم كل باسمه ولقبه، الآباء والأمهات وذوي الخريجين الكرام، أبناءنا وبناتنا المحتفى بهم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم اليوم أجمل ترحيب في أرض الجامعة الإسلامية، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا الحفل البهيج الذي نحتفل فيه بتخريج كوكبة جديدة من طلاب وطالبات كلية العلوم الصحية بالجامعة الإسلامية. وأبدأ بالتحية والتهنئة الحارة لأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات، ونقول لهم: نبارك لكم تخرجكم، ونحيي فيكم العزيمة والإرادة، فبرغم الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة من حصار مشدد وعدوان متكرر من الاحتلال على قطاع غزة، ومن الظروف المستجدة بسبب جائحة كورونا، وبرغم هذه الظروف الصعبة وما سببته من إرباك كبير وتعطيل لمناشط الحياة في مختلف دول العالم، برغم هذا كله يخرج أبناء شعبنا الفلسطيني بعزيمة ثابتة وإرادة قوية ليقولوا للعالم أجمع: نحن شعب لا ننكسر ولا نيأس. وها أنتم اليوم أيها الخريجون والخريجات قد جسدتم هذه المعاني
معاني الصمود والتحدي والإرادة، فاستحقيتم بجد اسم فوج الإرادة. فحق علينا أن نحييكم على ونهنئكم، وحق لكم أن تفتخروا بنجاحكم وأن تعتزوا بوسام الشرف في تخرجكم من الجامعة الإسلامية. أما أنتم أيها الآباء والأمهات، أيها الأهل الكرام الذين سهرتم على أبنائكم وضحيتم من أجلهم، فالفضل بعد الله، فلولاكم فالفضل بعد الله كله لكم، فلولاكم ما كنا هنا اليوم. هذا يوم حصادكم الذي انتظرتموه طويلا، فتحياتنا لكم جميعا، فهنيئا لكم بنجاح أبنائكم. الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، 43 عاما مرت على تأسيس الجامعة الإسلامية، بدأت بخيمة وبرنامجين أكاديميين، وها هي اليوم صرح علمي كبير تضاهي أرقى الجامعات والمعاهد العربية والعالمية. لدينا اليوم قرابة 17,000 طالب وطالبة في 145 برنامج أكاديمي في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات. الجامعة توفر أفضل المعامل والمختبرات والمباني المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى مرافقها الجميلة من الملاعب والحدائق والساحات الخضراء. كما تتميز جامعتنا الإسلامية بشبكة علاقات دولية قوية واسعة تشمل قرابة 300 اتفاقية شراكة وتعاون مع أرقى الجامعات العربية والأجنبية. وبحسب التصنيف العالمي للجامعات ويبيمتريكس لهذا العام 2021، تبوأت الجامعة الإسلامية المركز الثاني على مستوى فلسطين. وذلك بحسب معيار البحث العلمي الذي يستند لمعطيات منصة جوجل سكولر، كما جاءت من أفضل 2000 جامعة بين جامعات العالم على هذا المستوى. في العام الماضي أطلقنا مشروعاً بعنوان نحو مؤسسة تعمل كلياً بالطاقة الشمسية، وقد أتممنا بفضل الله تجهيز وتغطية 5 من أكبر مباني الجامعة بالطاقة الشمسية، ونصل بإذن الله تعالى، نعدكم إلى أن نصل في القريب العاجل إلى تغطية شاملة لمعظم استخدامنا من الطاقة الشمسية. وكلمة إلى المهتمين بالعلوم الصحية وإلى كل أهلنا عن المستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، المستشفى الجامعي. كان للمستشفى الجامعي دور بارز في معالجة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، حيث تم افتتاح هذا المستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية مع بداية الأزمة، وقد استقبل هذا المستشفى وعالج المئات من الحالات في أزمة كورونا، وكان دوره بارزاً وفعالاً. فكل الشكر لكل من ساهم في هذا العمل ولإخواننا في وزارة الصحة. كما ونبشركم بأننا في هذه الأيام بالتحديد بصدد الإعداد وبالتعاون مع وزارة الصحة لتوسيع تشغيل المستشفى ليشمل جميع أقسامه، ليشمل الأقسام المختلفة، وليعمل على تدريب طلابنا وطالباتنا من كلية الطب والعلوم الصحية. ولا يفوتنا أن نقدم الشكر، كل الشكر، إلى تركيا حكومة وشعبا التي ساهمت معنا في دعم هذا المشروع في بنائه وتجهيزه بالكامل، فكل الشكر لتركيا. ونعود لأحبابنا فرسان هذا الحفل الكريم، الخريجين والخريجات المحتفى بهم. رسالتي لكم أن حافظوا على أمانة العلم وشرف المهنة. اليوم أنهيتم مرحلة من مراحل حياتكم العلمية، وأنتم تنطلقون لخوض معركة البناء، فالله أسأل أن يوفقكم ويسدد خطاكم. انقلوا تجاربكم للمجتمع، واعتزوا بالقيم التي غرستها فيكم الجامعة الإسلامية،
وكونوا خير سفراء لجامعتكم ولوطنكم. وفي الختام نوجه تحية تقدير واعتزاز لأهلنا في الضفة الغربية، في القدس وفي الشيخ جراح، أهلنا الصامدين المرابطين دفاعاً عن المسجد الأقصى في مواجهة الاحتلال ومخططاته التي ترمي إلى تهديد أراضينا المقدسة. وقال الله سبحانه وتعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، كما قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا على دروب النجاح والتقدم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماه قد طال المسير وخط معركة الزمن، العلم يحلو مره إن كان من أجل الوطن. يا ما سهرت لياليا وتقاتل النوم الجفون، ما أجمل الأقدار حين تكون أقسى ما يكون. أصالة عن نفسها ونيابة عن زملائها وزميلاتها الخريجين، فلتتفضل الخريجة نور غسان رضوان لإلقاء كلمة الخريجين. والله نجمية فلسطينية، أخت رجال وبنت رجال، يا مرأة مصر بعيني فلسطينية. الحمد لله الذي أنعم فأكرم وقدر ومنح وأعطى وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، طب القلوب وشفاؤها. مرت أعوام من العدي والحساب، نتذكر تماماً لحظاتنا الأولى في الجامعة، عالم لم نبصر أقاصيه إلا ونحن على عتبات التخرج. فلنقف صفاً واحداً ولنقل بلسان واحد أن أولى وأول من نشكر ولا نشكر معه أحداً سواه، وأحق أن نثنى عليه هو الله سبحانه جل في علاه. فربنا لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد أنت أهل الثناء. سعادة الأستاذ الدكتور نصر الدين صادق لمزاني رئيس مجلس الأمناء، سعادة الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات رئيس الجامعة الإسلامية،
سعادة الدكتور مازن مدحت الزهارنا عميد كلية العلوم الصحية، السادة الأفاضل، أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، زملائي وزميلاتي الخريجون والخريجات، السادة الضيوف، أيها الحفل الكريم، نسيم عليكم تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 4 سنوات تحديداً كانت بذور هذه الدفعة الطيبة تنغرس في أرض التميز والإبداع على أرض كلية العلوم الصحية في الجامعة الإسلامية، لتعلن بداية مسيرة حصاد جديد لهذه الكلية الغراء. كم سقي هذا الغراس من مطر التعب والسهر تارة، ومن نبع الجد والاجتهاد تارة، فاهتزت أرض جامع كلية العلوم الصحية وأخرجت أخصائيين وأخصائيات أبهروا الجميع بإبداعهم، فكنا فعلاً عظماء. نحن اليوم رأينا نتاج الجد والمثابرة، فلا حزن اليوم ولتفخر الدنيا لتخرجنا، ثم ارتفع يا آذان العلم ولتقرعي يا أجراس العز والفخار. لقد صنعت الجامعة الإسلامية بفضل الله الفوج 39 أفواج الإرادة. فشكراً لكل من حمل معنا روحاً من أمل وعمل، شكراً للذين صنعت شمس عطائهم وأغدقت علينا بالحب والحنان وشاركونا كل لحظة من أمل وألم، شكراً لهذه الأنامل، شكراً لهذه الحناجر، نسأل الله أن يجعلنا خير من يحمل رسالتكم. نشكركم أساتذتنا الكرام في كلية العلوم الصحية وقسم البصريات الطبية فرداً فرداً. في جامعتي علماء وأساتذة عاهدوا أنفسهم على أن يخرجوا أجيالاً تعرف قيمة العلم، أجيالاً يتوسم بها الوطن. فسلام عليك جامعتي، سلام عليك وأنت تمنحين لنا شرف التخرج منك وتباركين لنا كما منحتنا شرف الانتساب لك يوماً ما. سأظل أفخر ما حييت أنني انتسبت يوماً إلى هذا الصرح العظيم، وأنني سأتخرج منه وأقول إنني ابنة الجامعة الإسلامية. حلم التخرج كان الكل ينشده من ساعة البدء حتى ينقضي الأجل، والفرد منا يمني نفسه أبدا هانت على نفسه المسافات والسبل، ضلت نفوس إباء ترتجي أملا لعلها بمراد الفوز تكتحل. أيها الخريجون، زملائي وزميلاتي، يا من أثبتتم جدارتكم خلال هذا النجاح الذي وصلتم إليه هنا بعد سنوات من التعب والسهر، كنا في غمرة الدراسة ولم نفق إلا على قولهم مبارك تخرجكم. اليوم ما هو إلا بداية خطواتنا نحو ربيع العمر، إذا لم نزد على الحياة نكن زائدين عليها، فلنجعل لأمتنا نصيب من طموحاتنا وآمالنا. آباؤنا وأمهاتنا، أهالينا الكرام، من القلب نقولها لكم وبكل ثقة وفخر، يا من حولتم لنا الأشواك ورداً وزهراً، سلمت لنا أناملكم وأطال الله أعماركم وزينها ببركم. حان الأوان لكل أب وأم
أن يرفعوا رؤوسهم ويقولوا رفعوا رأسنا وتخرجوا أولادنا. أبي يا بؤرة النور التي عبرت بي نحو الأمل والآمال الجميلة واتسع قلبه ليحتوي حلمي، ها قد اشتد ساعدي. شكرا يا سندي طيلة أعوامي، ويا فخري أهديك نجاحي، عساه يكون تعويضا على ما شقيته من عمري. كيف سأكتفي بالكلمات يا أمي وأنت تغزلين الأمل في قلب عصفورة يرفرف فوق ناصية الأحلام، فتبقى روحي متلألئة ومشرقة. أمي التي مهما كبرت أبقى طفلتها، لك يا سيدة قلبي أهديك نجاحي. تكاد تتوقف الكلمات، لكن أشياء أكبر نصمت من أجلها، لأن الحروف لا تتسع لها ولأن البوح لا يحتملها. تكاد تنفطر قلوبنا لتصرخ وتنادي هنيئا لنا بكم وهنيئا لفلسطين بنا. نحن مستعدون لنكون جسرا تعبر عليه الأجيال. أرجو أن تكون حياتنا مشرقة وعامرة بالوفاء والصدق والنجاح كما كانت خلال سنواتنا الدراسية، وسيظل الأمل هو الشعار الذي جمعنا في البداية والنهاية. نعدكم أن نلتمس كل ما هو نافع وطيب من أجل أن ترتقي أمتنا من جديد وتتسلق سلم الحضارة كما يجب لها أن تكون. مبارك لفلسطين تخرجنا، ومبارك لأمتنا، مبارك لجامعتنا، مبارك لزملائي وزميلاتي من على اليمين وعلى اليسار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
شكرا جزيلا للخريجة نور غسان رضوان على كلمتها الجميلة والمؤثرة في الحقيقة. ويعني بعد كلمة الخريجة نور غسان رضوان أتت أنشودة سوف نبقى هنا المليئة بالشجون والمليئة بالكلمات المعبرة والمؤثرة كثيرا في الحقيقة. فحينما يقول المنشد أو الدكتور عادل وهو مؤلف هذه الأنشودة: كم سهرنا من ليال للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم. لذلك حق لنا أن نحيي هؤلاء الخريجين والخريجات أجمل تحية، وأن نسمع الزغاريد من أمهاتنا لهم بعد هذا التعب وبعد هذه السنوات الطوال، ونسمع التصفيق الحار من الآباء لأبنائهم ولبناتهم. فأدعوكم للوقوف جميعاً تحية للخريجين والخريجات لننشر الفرحة في قلوبهم. نسمع التصفيق الحار. نريد أن نسمع المزيد من هذه الزغاريد. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رنم. لذلك أيها الخريجون والخريجات قفوا وحيوا أباءكم وحيوا أمهاتكم على ما قدموه لكم خلال هذه السنوات. بمواجع الأرواح والأبدان، فصل من الأيام ليس بعائد، يا ليت شعري ما يقول لساني. أربع صحبت بها رجالا سطروا للحب والإيثار معنا ثاني، وجهابذ قادوا المسير ونهجهم نهج الصديق المستدير الحاني. تدعو لهم في كل وقت إجابة أيد تفيض بأصدق العرفان. أربع قضت بصروفها وظروفها، واليوم نشهد منة المنان. الآن نبقى مع استكمال إجراءات بروتوكول التخرج، فليتفضل الدكتور مازن مدحت الزهارنة عميد كلية العلوم الصحية لتلاوة بروتوكول التخرج، مشكورا على بركة الله. السلام على رسول الله. الحفل الكريم، الآباء والأمهات، الأهل الكرام، نرحب بكم ونبارك لكم تخرج أبنائكم وبناتكم، كما نبارك أيضاً لأبنائنا وبناتنا خريجي وخريجات كلية العلوم الصحية بأقسامها الثلاثة: العلوم الطبية المخبرية، قسم البصريات، وقسم العلاج الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الأستاذ الدكتور نصر الدين صادق المزين رئيس مجلس الأمناء،
حضرة الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات رئيس الجامعة بعد الاطلاع على نتائج الامتحانات في الجامعة الإسلامية والتحقق من استيفاء عدد من طلبة كلية العلوم الصحية جميع متطلبات درجة الإجازة العالية البكالوريوس واستيفاء عدد من طلبة كلية العلوم الصحية متطلبات درجة الماجستير في التخصصات التي تمنحها الكلية واستناداً إلى الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة فقد قرر مجلس الجامعة منح هؤلاء الطلبة الدرجات العلمية التي يستحقونها حسب تخصصهم. أرجو التكرم باستكمال مراسيم تخرجهم. مبارك تخرجهم. حضن الفلك يا حامل النور اليقين وقاصدا حضن الفلك اقطف برفق نجمتك واغزل من الشمس البهية طلة أسمى وسلما جملك أن يسعد الأهل الكرام وأن يبارك منبتك فلتسمعوننا من هنا زغرودة نحيي بها حفلنا لليوم. فلتتفضل الطالبة الأولى على كلية العلوم الصحية الخريجة علا نبيل الرفاعي لتستلم درع التفوق. كلية العلوم الصحية الطالبة الأولى علا نبيل الرفاعي الطالبة الثانية نور سهيل أبو القرع الطالب الثالث محمد الأسطن الطالبة نور سهيل أبو القرع الطالب محمد مجدي الأسطن الطالبة حنين زعرب الطالبة قمر رأفة الحمايدة الطالبة وداد ناجي عقل الطالبة أماني محمد السر الطالبة أمل محمود الملفوح الطالبة غفران محمد عبد الحميد Thank you.
خريجة أمضي ودربي ساطع، تشدو به الآمال في وجداني، خريجة أرنو إلى درج العلا بعزائم الإقدام والإيمان. إني قطعت العهد أن أرق السماء أزهو وروح الجد في شرياني. لنبدأ ونستكمل وننادي على الطلبة الخريجين. الخريج أنس محمد طلب صالح. الخريج حازم فلاح جحدة عودة. الخريج محمد عبد الفتاح محمود أحمد. الخريج محمد مجدي أحمد الأصطل. الخريج أحمد إسماعيل صبحي مقاط. الخريج أحمد عطا عبد الغني الجزار. الخريج ضياء حاتم فضل نصار. الخريجة أسماء جهاد محمود العرقان. الخريجة أسماء حمدي سليم حسونة. الخريجة أفنان دياب غانم حجاج. الخريجة تسنيم
الخريجة ريم زهير محمد عبيد. الخريجة ريم سعيد أحمد دوابع. الخريجة سندس شاهين يعقوب شاهين. الخريجة شدى عاطف يحيى القصاص. الخريجة صابرين بركات عبد العزيز أبو عليان. الخريجة غادة العبد توفيق كريزم. الخريجة غادة عبد الرحيم عاشور الغول. الخريجة فاتن عمر نصر ظهير. الخريجة لينا أحمد ديب عوامر. الخريجة لينا سعيد مازن أبو شقرة. الخريجة مرح عبد العزيز مرشد أبو عبد الله. الخريجة نور غسان شحادة رضوان. الخريجة هدى سميح جمعة عدوان. الخريجة هديل ناجي عبد الغني مشتهى. الخريجة يارا محمد ربح الشنطي. الخريجة ياسمين مصطفى محمد زقوت. والآن الطالبة الحاصلة على درجة الماجستير في التخصص علوم طبية، الخريجة هلا ياسر زيدان سالم النحال.
الخريجة رشا جهاد شحادة المقادمة. الخريجة رشا عماد خليل طافش. الخريجة رنا فايز عبد الله ثابت. الخريجة رنا محمد محمد بدر. الخريجة روان إبراهيم سالم السايس. الخريجة روان عامر محمد الجرجاوي. الخريجة ريما عبد الخالق محمد الحاج. الخريجة ريهام صبحي محمد نصار. الخريجة ريم ماهر سعيد حرارة. الخريجة سلسبيل إيهاب محمود الشامي. الخريجة سهاد بسام أحمد برهوم. الخريجة شيماء خالد سلمان الشواف. الخريجة شيماء ماهر شعبان الديب. الخريجة صفاء جبر محمد حلوات. الخريجة ضحى عفيف خليل شحبير. الخريجة عبير سالم عبير سامي سالم عابد. الخريجة علا نبيل أحمد الرفاعي. الخريجة علا يوسف عبد الله أبو مصطفى. الخريجة غفران محمد عبد القادر عبد الحميد. الخريجة مرام غسان محمد العلول. الخريجة منى حسن إبراهيم الجدبة. الخريجة ميساء إبراهيم حمد الشرفة. الخريجة نرمين علاء الدين عبد المعطي عوض الله. الخريجة نردين سياد محمود أبو دقة. الخريجة نغم أيوب محمد عيد. الخريجة نهى داوود أحمد شهاب. الخريجة نور أسامة محمد القرمان. الخريجة نور رياض مصطفى شاهين. الخريجة نور سهيل محمد أبو القرع. الخريجة هيا هاشم أحمد ضبان. الخريجة والحاصلة على الامتياز وداد ناجي محمود عقل. الخريجة ولاء يحيى محمود خلة. الخريجة إيناس نظام محمود الأشقر. الخريجة أسيل عطية منصور ماضي. الخريجة إكرام فتحي محمد منصور. الخريجة ألاء إحسان مصطفى الرملاوي. الخريجة أماني محمد خميس السر. الخريجة إيمان جمال عيسى راضي. الخريجة ريهام عبد الله حامد أبو غنيم. الخريجة سحر معين أبو عوكل. الخريجة سمية حسن علي الأسود. الخريجة شدى زياد عبد الشاعر. الخريجة شيماء أحمد سليم أبو ريدة.
ومسك الختام مع الخريجة وفاء خالد عمر الكحلوت. محيضهاش. ألف مبارك. Thank you.
راحتي غناه. لا زاد إلا صبرهم، وهناك أم زادها سجادة وبكاء. للأمهات قفوا قليلا، للأمهات قفوا قليلا أو كثيرا، ليس بعد عطائهن وفاء. كان الظلام رداؤكم حتى إذا سطع الهدى فإذا هم الآباء. الآن لا تقفوا قليلا، خلدوا هاماتهم ما دامت الأسماء. الخريجون والخريجات أقسموا وترسمون معي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أخلص لديني ووطني وجامعتي، وأن أحافظ على أمانة العلم وشرف المهنة، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. مع نشيد لبيك جامعتي، ومبارك للخريجين والخريجات.